أول شيء خراب للسيارات، ثاني شيء أزمة بالبلد ولازم يعني تزبط، ولازم إنه زبط الشوارع يعني تصير شوارع بالبلد منيحة. الصورة بتغني عن الحكي، يعني واضح واضح شو الوضع. يعني إحنا بالنسبة لنا شوفيرية العموم قاعدين كل أسبوع بنحط 1000 شيكل جوزات وكوشك وصنوبر صوت، مش بنحكين يعني. طب شو بتطالب؟ من طالب البلدية ومن طالب العالم كلياته إنه ينقذنا من هالمأساة اللي إحنا فيها، لأنه حقيقة يعني مأساة. هي صارت السنة الرابعة وإحنا في العذاب. فهاي أبو نضال يعني رئيس البلدية، بتوقع يعني إنه يقوم بخطوة، يعني خطوة اللي إحنا نتريح، يعني مش نضل في المشاكل هذه. وهاي حتى الناس يعني يسألوهم يعني مشي ما بيعرفوش يمشوا. المشاكل كثيرة. أول إشي الغبرة معبيضة طول النهار، المرة تنظف وتجلي وتشطف على الفاضي، الكزاز طول النهار تنظف فيه، مش ملحكين. السيارات بلادنا بتكسرن، بنيجي نجيب طلب سيارة صاروا يتجنبوا هذا الشارع. شوفيرية نعم. شو بتطالبوا؟ احنا بنطالب انه كل شغل ياخذ حقه. ليش بيصير لهم كم سنة بيشتغلوا؟ هم معهم مدة لسنة 14، ليش يعني تتأخر لهسة؟ وثاني شيء بيشتغلوا وبزفتوا شوي وبردوا يغيبوا لهم شهر شهرين تا يرجعوا زفتوا الثانيات. هذا بصيرش يعني، في مواطنين، في سيارات، في أطفال، في أطفال الغبرة بتأثر عليهم. إشكالية تتعلق بالزفتي، أنا للأسف مقاول يعني. يعني أنا بتفهم كل، مش بس بتفهم، بعرف أنه كل ما قيل في هذا الموضوع بالنسبة لمضايقة الناس، السيارات، صعوبة التنقل في الشارع، هذا هو واقعي حقيقي. وإحنا نمثل المجلس الخدمات اللي هي بلدي بلع جزء منه، وإحنا يعني خلينا نقول المقاول للأسف يعني مقصر في هذا في هذه الزاوية. أنا بحب أحكي في زاوية معينة، إنه تم اختيار المقاول بناء على تأهيل قام فيه الاستشاري الألماني بالإضافة إلى مجلس خدمات وادي الزومر. كان في هناك تأهيل فني ومالي، كان التأهيل الفني للمشروع هو المقاول رقم واحد، المالي كان هذه المشكلة تتعلق في الأمور المالية المشروع. عرض المالي عرفنا إنه راح نواجه مشاكل مع المقاول لأنه سعره أقل من السعر، أو خلينا نقول الموازنة اللي كانت موضوعة على المشروع، وفعلا هذا الحكي صح. طبعا المشروع نفذنا خلينا نقول جزء كبير جدا من المشروع، مش بس مدينة في بلعة، في المدن الأخرى. في تعثر في الفترة الأخيرة بسبب أنه للأسف المقاول عنده إلى حد ما صعوبة في تغطية خلينا نقول التكاليف تنفيذ المشروع. احنا بالنسبة لنا كإدارة مشروع وضعنا مجلس خدمات المشترك بعد انتهاء المدة القانونية بالصورة الصحيحة، وضعناهم على مفترق طرق، قلنا لهم اخواني هناك تعثر، في هناك تأخر في المقاول، اما تستمروا او تتوقفوا. احنا عملنا توصية في الجهتين، في حالة استمرار شو بصير، يعني بمعنى اخر راح يكون في تأخير اخر. وإذا طبعا إذا استمريتوا طبعا راح ننفذ أعمال مشروع بسعر أقل من أسعار السوق. فاتخذ قرار في مجلس خدمات المشترك أن يتم الاستمرار مع المقاول لسبب واحد بسيط، وأنا أعتقد قرارهم إلى حد ما كان صائب، إنه في شوية وفرة في من موازنة المشروع كنا من ننفذ فيها خطوط وأعمال، كنا قدر الإمكان شو بنقدر نأخذ منه بسعر مخفض من المقاول
بيكون في نهايه المطاف لمصلحه المواطن انه بننفذ شركات شبكات اكبر، ولكن للاسف برضه في جانب اخر سلبي ذكرناه وحكيناه احنا داخل المجلس انه راح يكون في هناك تاخير وراح يكون في هناك معاناه للناس. المواطن بكل الاحوال معه حق في كل اللي قاعد بيطرحه وكان اللي بيضمر منه، لانه فعلا الشركه اللي قائمه على المشروع شركه يعني بديش اقول لك سيئه جدا 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 في تنفيذ المشروع، حتى المهندسين اللي قائمين عليه، علما بانه المشروع البلديه غير مسؤوله عنه واحنا ما نوقعش على الفواتير. هلا الناس هنا في البلد فاهمين انه البلديه صح المرجعيه البلديه، لكن لو انا بدي يعني اقول للناس شو البلديه اللي قاعده بتعمله يمكن يتفاجئوا انه في قضايا المفروض هم اللي يشتغلوها وقاعد انا بنفذها عنهم من اجل يعني تحسين الوضع وتخفيف الام والضغط على المواطن. هلا احنا جزء من مشروع اللي هو 6-7 كرة ومشروع وادي الزومر، احنا حتى لو بدنا نشتكي عليهم او نتضمر من اي قضيه هنا احنا لازم نرفع فواتيرنا او تضمرنا لهذول، يعني احنا يعني غير مسموح لنا ان نحكي معهم لانه المشروع مش بايدينا، المشروع الماني بنفذه بيقوم على تنفيذه وادي الزومر، هم سيئين في التنفيذ 100%، حتى يعني مهندسهم انا كثير صدمت انا وياه غير منفذين للمشروع بطريقه صحيحه، بطل الواحد يعرف يمشي في البلد، يعني بجوز كل المشاريع اللي اشتغلناها هنا انا من 2005 موجود في البلديه ما كانش عندي اي مشكله في اي مشروع وتنفيذه وتطبيقه الا في هذا المشروع، ولحد هسه احنا نروح مكاننا، يعني هاي القطعات اللي قاعده بتشوفيها انت موجوده، القطعات انت جيت عملت قطعات توصيل للدار المجال، طيب شو المشكله انك ما كملتش زفتها؟ ليش خليت ليها 6 اشهر وبعده غير واضح المعالم امتى بده يجي؟ فاحنا يعني مشكلتنا مع مشكله المواطن، يعني وهمومنا احنا مهمومين اكثر من المواطن، لكن مش بايدنا المشروع، ونتمنى وانا بجوز يعني راح ارفع وراح نطلب حتى ايقاف المقاول عن تتبيع، ويعني بديش انا يمكن اداره المشروع يقولوا لك مددنا له 6 اشهر من اجل انه ينفذ ولحد هسه ما تنفذش المشروع بالكامل. بالنسبه للمشروع زي ما حكينا مشروع صرف صحي طول كريم هو من اكبر مشاريع الصرف الصحي اللي يعني اللي تم تنفيذها في الضفه الغربيه تقريبا، الان المشروع بتكون من امداد شبكات صرف صحي ل 7 قرى أو 7 بلدات من ضمنها بلدة بلعة، وبلدة بلعة كانت من كان يعني نصيب بلدة بلعة من خطوط الصرف الصحي هي من أكثر المناطق اللي تنفذ فيها خطوط صرف صحي، طبعا بما معدله تقريبا 11 كيلومتر تم تنفيذ حتى الآن حوالي 10 كيلومتر من خطوط الصرف الصحي في بلدة بلعة. الصحيح أنه يعني كان في تأخير بالمشروع هذا لعدة أسباب، يعني أسباب متعلقة في المقاول، أسباب متعلقة بالمواد، أسباب متعلقة بالاعتمادات، أسباب متعلقة بطبيعة الطقس، وخاصة أنه هذا المشروع مدته كانت المدة المقررة له 2 سنين، فمر علينا شتويتين أو 3 فصول شتاء، كان فصلين منهم من أصعب فصول الشتاء واللي أدت لتعطل الأعمال عدة مرات. كذلك كان في طبعا تأخر في بدء أعمال المشروع حوالي 4 شهور، الآن هدول ال4 شهور كان سبب التأخير فيهم اعتماد بعض المواد من مصادر معينة، كان طبعا بيننا وبين الاستشاري وبين المالك، فبالإضافة لبعض التأخير بواسطة المقاولين الفرعيين اللي احنا جبناهم، وبالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بالخدمات الموجودة، الخدمات الأرضية الموجودة في البلدات هاي وخاصة في بلعة، في بلعة كان في عنا خطوط تلفونات، كان في عنا خطوط كهرباء، كان في عنا خطوط مي بكثافة، الآن هاي الخدمات الأرضية تؤدي إلى بطء أو تعطل أعمال سير العمل في كثير من الأحوال، ومع ذلك كان الاهتمام منصب على بلعة كونها من أكثر المناطق اللي تحتاج لتنفيذ خطوط صرف صحي في المشروع هذا. فمن يعني طبعا زي ما حكينا احنا نفذنا حوالي 10 كيلومتر او اكثر من 10 كيلومتر من اصل 11 كيلو او من اصل 10 كيلو ونص في بلعة، لم يتبقى الا القليل. كان الاهتمام دائما منصب انه كل الخطوط اللي مننفذها تتزفت مباشرة، لكن في عنا الآن طبعا بالإضافة للوصلات المنزلية، تمديد الوصلات المنزلية على الخطوط الرئيسية، الوصلات المنزلية ما بقدر إني أزفت كل وصلة بتنعمل، كل 40 إلى 50 إلى 60 وصلة بتم تزفيتهم مرة واحدة. حاليا أنا بقول وممكن نشوف، ممكن الكاميرا تشاهد برضو في بلعة، إنه كل الخطوط مزفتة ما عدا كم قطعة منزلية أو كم وصلة منزلية بالإضافة لخط بالشارع الرئيسي عند دخلة المنطار، هذا صار في عليه مشكلة.
المشكلة كان حفر شركة الاتصالات في هذا الخط وأدت وضرب المواسير تبعتنا. طبعا عالجنا هذا الخط وإن شاء الله قريبا رح يتزفت، بالإضافة للوصلات المنزلية المتبقية القليلة في الحارة الشرقية. أنا الصح يعني بعرفش يعني أسماء الحارات، لكن ما أعرفه جيدا إنه لم يتبقى إلا القليل من الوصلات المنزلية اللي بدها تزفيت، اللي رح نزفتها إن شاء الله ممكن خلال هذا الأسبوع، مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، مع الخط الرئيسي أو مع القطعة الرئيسية اللي داخلة على دخلة المنطار.